السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم كما شفتوا غادي تكون عندها علاقه بفصل الخريف وعلاقه اكثر بالجمال ديالنا والبشره ديالنا. كيفاش تعتني بالبشره ديالك خلال فصل الخريف؟ كما كتعرفوا جميع ان فصل الخريف كتاثر بزاف البشره ديالنا، وداكشي كامل عنده علاقه بتغيرات الجو. يعني مره الجو كيكون سخون مره بارد، فالبشره ديالنا الا ما عطيناهاش التغذيه المطلوبه وتهلينا فيها بالماسكات الطبيعيه فاكيد غادي تاثر بزاف هاد الفصل هذا. فلهذا جيتكم بعض الاقتراحات ديال ماسكات مجربه مني انا شخصيا واللي نفعتني بزاف وباقي كنستعملها وباقي نافعاني لحد الساعه. غادي نشاركها معكم في هذا الفيديو هذا ونتمنى انها تفيدكم. اول حاجه بغيت نشاركها معكم هي واحد المقشر اللي رائع جدا، واللي هو كيتكون بجيل الصبار والشوفان. غادي نحتاجو ملعقه كبيره ديال الشوفان، يعني الشوفان المطحون. انا كناخذو وكنطحنو وكنديرو في واحد القريعه وكنحتفظ به غير هكا للماسكات. غادي ناخذو منه ملعقه كبيره وملعقه كبيره ديال الالويفيرا اولا جيل الصبار. بالنسبه للالويفيرا اما تاخذوها هكا بحالي كريم كتباع يعني في محلات تجاريه اللي كيبيعوا يعني الاشياء الخاصين بالجمال والماسكات وداكشي كامل، اولا تاخذوها يعني نبته وتحيدوا من هذاك الجيل الداخلاني وتستعملوها. غادي نخلطوا هاد جوج مكونين مع بعض وغادي نوضعوهم للبشره ديالنا اللي تكون اكيد نقيه، نكونوا غسلناها جيدا بغسول الوجه ديالنا اولا بالصابون، وتوضعوها على بشره نقيه كما كتشاهدوا. وغادي تتركوها على البشره لمده 15 دقيقه ربع ساعه حتى يجف، يعني تجف الماسك تماما، تشوفوا تحسوا به انه نشف. ومن بعد غادي تغسلوه بحركة دائرية بحال كديرو واحد تقشير للوجه باش هكا نتخلصو بجميع الشوائب والأوساخ اللي كيكونوا عندنا في المسامات. هذا المقشر جدا رائع، جربوه وردوا عليا الخبر. ومن بعد غادي نصايبو واحد الماسك اللي حتى هو بالشوفان رائع جدا للبشره في هذا الفصل هذا كيرطبها. فكما شفتوا غادي نحتاجو له ملعقه كبيره ديال الشوفان حتى هو خديناه وطحناه، ملعقه كبيره ديال العسل، عسل النحل الطبيعي، العسل اي نوع عسل يكون عندكم في البيت، وصفار بيضه واحده، يعني تستعملوا غير صفار، تحيدوا البياض وتستعملوا الصفار فقط. وغادي تخلطوا هاد المكونات كلها مع بعضها حتى نحصلوا على واحد الشكل بحال كريمه. ومن بعد غادي نوضعوه على بشره اللي تكون نقيه اكيد من بعد المقشر، يعني فاش ديروا المقشر مراها مباشره تستعملوا هاد الماسك هذا، كتوضعوه على البشره ديالكم ومن بعد كتركوه لمده 15 دقيقه وحتى ينشف تماما. ومن بعد غادي تجيو تغسلوا البشره ديالكم بالماء البارد. هاد الماسك هذا كيساعد على ترطيب البشره بواحد الشكل اكثر من رائع، وكيحميها من الطقس البارد ومن عوامل الطقس، يعني جميع الاوساخ اللي ممكن انها تاثر ليكم على البشره ديالكم غادي يحميكم منها. وكذلك نجرك معكم واحد الماسك اللي كنعتمدو انا في تبييض البشره، دائما كنديرو كيبيض البشره بواحد الطريقه رائعه، اللي هو ماسك الكركم او الخرقوم. كما شفتوا هنايا عندنا ملعقه كبيره ديال ياغورت الطبيعي او الزبادي الطبيعي، عندنا واحد راس معلقه فقط ديال الكركم او الخرقوم، يعني ما تكتروش بزاف، فقط راس معلقه صغيره. وغادي نحتاجو ملعقه كبيره ديال عسل النحل الطبيعي. هادو هما المكونات ديال الماسك. هاد الماسك هذا كيعمل على تبييض البشره بواحد الطريقه رائعه، يعني الا استعملتوه وداومتوا عليه غادي تلاحظوا الفرق، لان خصوصا دابا يلا خرجنا يعني من فصل الصيف كتكون البشره متاثره بزاف بالشمس، يعني كتكون يعني سمارت شي شويه. فهذا احسن ماسك بالنسبه لي انا جربته لحد الساعه. المهم هذا غادي يساعدكم بواحد الطريقه رائعه انكم تبيضوا البشره ديالكم، ممكن تستعملوه حتى 3 مرات في الاسبوع. فغادي نوضعوه على البشره ديالنا. هادو بالنسبه للناس اللي باغيين مثلا يبيضوا البشره ديالهم يوضعوه على بشره اللي تكون نقيه اكيد، ونتركوه لمده 15 دقيقه، من 10 دقائق حتى ل 15 دقيقه، ونغسلوه بالماء الدافئ. والا لاحظتوا ان شويه باقي صفوريه في الوجه ديالكم حاولوا انكم تجيبوا واحد القطنه صغيره وديروا فيها ماء الورد ودوزوا، غادي يتحيد يعني جميع الصفار اللي في الوجه ديالكم.
وكذلك غادي نشارك معكم واحد الماسك يعني اللي رائحته هو اللي هو ماسك بياض البيض. غادي ناخذ واحد البياض بيضه وغادي نطلعوها بحال غادي نصايبوا يعني شي كيك او لا شي حلوه بها. مهم غادي نطلعوها تولي كريمه بهذا الشكل هذا. ومن بعد غادي ناخذ ملعقه ديال الياغورت الطبيعي او لا زبادي الطبيعي. هذا الماسك كيساعدنا بزاف في اغلاق المسام يعني اللي عندهم مسامات واسعه، وكيساعد كذلك يعني يعني كيجبد البشره وكيخليها يعني ما كت يعني تعرضش للشيخوخه مبكرا، كيجبدها مزيان. فهاد الماسك حتى هو رائع، كنوضعوه على البشره ديالنا تقريبا مده نصف ساعه حتى نحسوا ان وجهنا صافي ما بقيناش نقدروا نحركوه، يعني داك البيض كينشف، يعني داك بياض البيض كينشف على البشره ديالنا تماما وما نبقاوش نقدروا نحركوا وجهنا. تقريبا نصف ساعه كياخذ منكم ديال الوقت. ومن بعد كنمشيو نغسلوه مزيان بالماء الدافئ. هاد الماسك ممكن ديروه حتى لجوج مرات في الاسبوع، رائحته هو في جباد البشره وكذلك كما قلت لكم كيغلق المسام. وفي الاخير غادي نشارك معكم واحد التونر اللي رائع حتى هو لهذا الفصل هذا، اللي ممكن تستعملوه للبشره ديالنا ويبقى عندكم حتى 10 ايام في التلاجة. بالنسبه لهذا التونر شنو غادي نحتاجوا له؟ انا خديت واحد نصف حبه صغيره ديال الخيار اللي حكيتها مزيان وخديت منها غير العصير ديالها كما شفتوا، ومن بعد خديت جوج معلقات كبار ديال ماء الورد وملعقه كبيره ديال زيت اللوز الحلو، يعني استعملوا اي نوع زيت اللوز تكون عندكم. وغادي ناخذوا هاد المكونات كلهم مع بعض وغادي نخلطوهم ونديروهم في واحد القريعه هكا على شكل رشاش بهذا الشكل هذا. وها هو عندنا التونر واجد، وكل ما تبغوا تستعملوه حاولوا انكم تحركوه، كل مره تبغوا تستعملوه حركوه جيدا ورشوه على الوجه ديالكم وخليوه حتى ينشف. يعني هذا زوين، يعني ممكن تستعملوه الصباح العشيه وقتاش ما بغيتوا ديروا التونر لوجهكم، كيعمل على سد المسامات. وكما قلت لكم هذا التونر هذا ممكن تحتفظوا به حتى 10 ايام في الثلاجه ما يوقع عليه حتى شي حاجه. مهم ضروري انه يكون في الثلاجه وقتاش ما بغيتوا تستعملوه تعملوه على البشرة ديالكم. اما بالنسبه للترطيب فهو ضروري ضروري فصل الخريف وكاع الفصول، ولكن فصل الخريف خصنا ضروري اننا نرطبوا البشره ديالنا بحالها بحال فصل الشتاء. اول يعني مكون اللي ننصحكم انكم ترطبوا به واللي هو يعني كنصحكم به بزاف بزاف هو زيت جوز الهند اللي هي الكوكونيت اويل. فهذه كتوفر في جميع المحلات، انا كناخذها طبيعيه 100% اللي يعني اللي ممكن اننا احسن نطيبوا بها، ترطبوا بها البشره ديالكم وتعملوا طبقه غليظه في البشره ديالكم باش هكا يعني تشرب ليكم، وخصوصا خصوصا في الليل يعني من بعد ما تغسلوا البشره ديالكم جيدا تحاولوا انكم ديروا واحد الترطيب يعني للبشره ديالكم. واكيد يعني في النهار ممكن انكم تستعملوا الكريم المرطب ديالكم اللي نتوما مولفين كتستعملوه في النهار. مهم ننصحكم بالترطيب، اي زيت، زيت ارغان، زيت الزيتون، اي زيت تكون عندكم ممكن انكم تستعملوها باش ترطبوا البشره ديالكم جيدا، وهكا ما غاديش يكونوا عندكم مشاكل كثيره في البشره ديالكم. ودائما نقول لكم يعني المراه ماشي غير الشقاء وتماره، دائما اهتمي بنفسك، عملي ماسكات، راه ممكن تلقاي وقيت في نهارك واخا في الليل حتى ينعسوا الوليدات وتعملي ماسكات للبشره ديالك وتنقيها مزيان وترطبيها عاد تنعسي، لما لا. فإلا اهتميتي بنفسك اكيد غادي تقدري تهتمي بعائلتك وتخلقي السعاده في العائله ديالك. وفي الاخير اللي نبغي نوضح بزاف البنات سيدة البيوت ان الا بغيتي تكون عندك بشره صحيه اول خطوه ديريها هو انك دائما تنظفي البشره ديالك، ما تخليش اثر المكياج فيها، كل نهار غسليها في الصباح وفي العشيه، غسلي البشره ديالك مزيان بغسول الخاص بالوجه ديالك او باي صابونه اللي انت كتستعمليها. وكذلك الترطيب، الترطيب الدائم هذا من اساسيات البشره اللي تكون صحيه، دائما خصكم الترطيب الدائم. وكذلك استعملوا واقي من اشعه الشمس اللي كيحميكم من اشعه الشمس. وكذلك النصيحه الاخيره اللي غادي نقولها لكم هو شرب الكثير الكثير من الماء. الماء كيساعد بزاف ان تكون عندكم بشره زوينه بزاف ورطبه ومشرقه. فهاد الشيء اللي بغيت نقول لكم، نتمنى ان فيديو اليوم يكون فادكم ولو غير بالقليل. هذا الفيديو هذا جا عن طلبكم نتوما اللي طلبتوني بزاف بزاف على الماسك الطبيعيه، واكيد جايين فيديوهات مفيده كثيره ان شاء الله في الاونه القادمه.
القادمة. ما تنساوش دائما الى عجبكم الفيديو تشاركوه مع الاصدقاء والاحباب ديالكم باش تعم الفائدة. كذلك ما تنساونيش بلي لايك ديالكم باش هكا تشجعوني اكثر ندير لكم فيديوهات اكثر. ونقول لكم مع السلامة ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو المجي. يلا باي باي، بسلامة.